المرجو الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو وتفعيل جرس الإشعارات حتى تتوصلوا بجديد الحلقات. مرحبا بكم في عائشة ريسيبيز وصفات عائشة. وصفة اليوم عبارة عن كريب مالح. سنحتاج في المقادير ملعقة كبيرة من دقيق الكرات، ممكن استخدام فقط الفلفل الأسود، 4 بيضات، نصف لتر من الحليب، ملعقة صغيرة من الملح، 50 غرام من الزبدة دائبة، 220 غرام من الدقيق. في قنينة نضع جميع المكونات بواسطة قمع نضع لكي يسهل عملية إدخال المكونات للقنينة. نضع الدقيق، دقيق الكرات، ممكن استخدام دقيق التوم أو ممكن فقط استخدام فلفل أسود، هذه فقط للتنسيم. نضع الملح، بيض، الزبدة الدائبة، وأخيرا الحليب. نخلط جميع المكونات مع بعضها البعض. نأخذ مقلاة خاصة بالكريب، نضع فيها قليل من الزبدة، نضعها في منديل المطبخ حتى لا تلتصق خليط الكريب. نضع خليط في هذا الشكل ونقوم بتمريره على المقلاة كلها. قبل ذلك نقوم بتصفيته حتى نتأكد أن ليس به أي كرة لكي يعطينا خليط كريب أملس حتى وإن كان مالح. نتركه حتى تصبح الجوانب ذهبية ثم نزيله ونقلبه على الجهة الأخرى. عندما تصبح الجوانب ذهبية نأخذ بمساعدة سباتولا نقلبها للجهة الأخرى. نتركها تقريبا مدة 3 دقائق لأن الجهة الأخرى تطهى بسرعة. نضعهم في صحن ونستمر بنفس العملية حتى ننتهي من كمية العجين الذي لدينا. كريب مالح بعد ما كيوجد فهو كيكون بهذا الشكل. هذا الوصفة هذه ممكن تعمروا بها أي حشوة عندكم بغيتو ديروها. إن شاء الله الحلقة المقبلة غادي نوريكم مجموعة من الوصفات بالكريب مالح. فين كنقدم لكم بالكريب مالح وإن شاء الله غنعاود نقدم لكم وصفات جداد. إلا عجبتكم الحلقة ديال اليوم ديروا جيم، إلا بغيتو ديروا تصويب جديد ديالي تابونا فلاش. نشوفكم في حلقات أخرى مع وصفات جديدة. إلى اللقاء.